وقعت روسيا والعراق اتفاقية يشطب بموجبها أكثر من 90% من الديون العراقية، في خطوة وصفها كل من وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره العراقي هوشيار زيباري بأنها ستفتح آفاق التعاون بين البلدين. التفاصيل في تقرير الزميل أشرف الصباغ. هذا اللقاء يختلف في الكثير من جوانبه عن اللقاء الأخير في سبتمبر عام 2007، إذ تشهد موسكو حدثا استثنائيا لم نره منذ سنوات طويلة بين الجانبين. وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف والعراق هوشيار زيباري وقع مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية التقنية. التوقيع بحد ذاته له معنى، غير أن المذاكرة ستكتسب أبعادا أكثر وأشمل في حال تفعيل الإرادة السياسية. التوقيع على اتفاقية شطب الديون دليل آخر على أن روسيا مصممة على المشاركة في الجهود المبذولة لإعادة إعمار العراق، والشركات الروسية تنوي المشاركة في هذه العملية. وكما نعرف فإن تطوير المجال التجاري والاقتصادي يتطلب النجاح في المجالين الأمني والسياسي. الأمر الرئيس في زيارة وزير الخارجية العراقي إلى موسكو يكمن في أمر تدرك بغداد أهميته وانعكاساته على مستقبل العلاقات بين روسيا والعراق. فتوقيع اتفاقية شطب الجزء الأعظم من الديون العراقية المستحقة لروسيا يؤكد لبغداد النوايا الحقيقية لموسكو، وقد يفتح طريق العودة أمام الشركات الروسية إلى العراق، ويجعل من روسيا شريكا حقيقيا بعيدا عن الصراعات والمغامرات والدهاليز الخلفية المظلمة. وأيضا نحن نقدر عاليا موقف روسيا الاتحادية للموافقة. شئنا أم لم نشأ، القاطرة انطلقت بعد طول توقف، رغم أن الطريق لا يزال غير ممهد كليا، فهناك شركات روسية لم تحصل بعد على حقوقها من برنامج النفط مقابل الغذاء، ومع ذلك فهناك تصميم على اجتياز كل المنعطفات الحادة. بتوقيع اتفاقية شطب الديون العراقية المستحقة لروسيا ومذكرة التفاهم الإطارية يمكن أن نتحدث بثقة عن حلول عهد جديد في العلاقات الروسية العراقية، ومع ذلك فالأمور لا تخلو من منغصات، إلا أن الإرادة السياسية يمكنها ترتيب الأجواء والعثور على حلول وسط. أشرف الصباغ، روسيا اليوم، موسكو.